شارع المتنبي تكون تقريبا سنة 1930 بعد أن انتقل نعمان العظمي وقاسم حمد الرجب من شارع السراي إلى شارع الأكمك خانة، اللي هو يعني الأكمك يعني الخبز، يعني شارع المخابز. كان هناك مخبز للجيش التركي في هذا المكان. المهم بعد أن انتقل نعمان العظمي وقاسم حمد الرجب إلى هذا المكان انتقل الوراقون والكتبيين الآخرين تباعا، وبدأ تشكل مكتبات أبرزها المثنى والعصرية ومكتبة المعارف، إضافة إلى مكتبة علي الخاقاني، وتبعها كتبيين ووراقون آخرين، بالإضافة إلى وجود المطابع في الأزقة التابعة.